هذا طبعا لكم كحافز في البداية ان تقدمون افضل في المواسم الجاية ان شاء الله وخلال الموسم هذا. طبعا في ناس منكم كثيرة يقول والله يا ولد علي يا فهد العنزي مكان ما راح في مختلف يا دفاع مكان ما اقدر نلعب. انت توكم بداية الطريق شدوا حيلكم اللي بيشد حيله بيثبت نفسه بيلعب سواء كان مختلف لاعب صغير لاعب كبير هذا لكم انتم دافع. واحنا اللي سوينا هذا التكريم من المركز الاعلامي ومن اداره الفريق الاول كره القدم هذا كله حافز لكم عشان نبين ان ترى في اهتمام لكم سواء لكم انتم اللي لعبتوا بكاس الاتحاد او سواء حق الباقي تحت 18 او ربعكم تحت 21 او تحت 16 حتى تحت 16 في لاعبين زينين. فالشغله هذه مسوينها لكم انه دافع لكم يا جماعه الخير انه في اهتمام فيكم. قبل انا يمكن عايش الشغله هذه من زمان. عايشها قبل من اول من لما كنت مشرف 19 يقول لك والله انا مصعب بس خلاص انا هذه اخر مرحله لي وما راح العب ما راح اطق على قولتهم زين بالفريق الاول. ما يصير اللاعب تفكيره محدود انه ها انا مالي امل مالي مكان العب فريق الاول ما انت ما راح تطور من نفسك ولا راح توصل حتى حق اللي انت تبي توصل. فيا جماعه الخير اول شيء مبروكين كاس الاتحاد ويعطيكم العافيه مستواكم كان جدا طيب والكل اشاد فيه خصوصا في الجماهير الكويتاويه والجماهير الكويتيه وحتى النقاد. يعني اشاد فريق نادي الكويت بلاعبين الصغار مو اللاعبين الكبار لا بلاعبين الصغار. وطبعا انا اشكر مدير الكره عادل عقله واشكر طبعا النائب السابق مرزوق الغانم ان هم كانوا السبب الرئيسي بالدفع المعنوي لهذه اللاعبين وممكن الفكره جت منهم هم ان يشاركون لاعبين الصغار. عشان يكون العالم قاعد يقول وين لاعبين هذا الكويتي صار؟ وين لاعبين مراحل سنيه؟ قاعد يحصلون نتائج طيبه يحصلون بطولات لكن ما قاعد نشوفه والحمد لله شفناهم وشفنا مستوياتهم. فالتكريم هذا بسيط جدا لكن بالنسبه لنا احنا انه هديه منا لكم انتم كلاعبين صغار تشوفون قدامكم مستقبل تو الناس والله تو الناس يعني في ما شاء الله عليه ولد علي الحين كم عمره؟ يمكن 31 سنه يعني انتم توكم يعني قدامكم درب طويل يمكن حسين فاضل لاعب المنتخب لاعب نادي باتسي اساسي متى عمره كم كان؟ في يمكن 24 سنه. لا تقول انا والله كبرت وانا لا كثر ما تعطي داخل الملعب راح وكثر ما تخلص حق الكره ما تكبر عليها الكره راح تعطيك اكثر من اللي انت قاعد تعطيه. ويعطيكم العافيه كلمه بخاري. اول شيء طبعا انا ارحب الموجودين عبد الرحمن ويوسف وفهد ونوف وعمر وسعد واخوان ايضا اللي كانوا يفترض يكونوا موجودين لكن ظروفهم وامورهم. طبعا اول شيء فكره هي فكره عبد الرحمن وربعه. احنا ما لنا شغل فيها. يعني انا تفاجات عمر وفهد يدزولي التصويت، ما كنت ادري بالشيء هذا، هذا شيء صراحه يحسن للناس اللي يحبون النادي، يعني دائما انا اقول عمل جماعي، عمل جماعي مو بس جهاز فني واداري ولاعبين ومجلس اداره، لا الجمهور له دور اكبر، الناس اللي قاعد يشتغلون بالنادي لهم دور اكبر، بالنهايه العمل كله جماعي، يعني اليوم فرحتكم في ناس غيرنا كانوا سبب رئيسي فيها، لكن انا اللي بوضحها اكثر وهذا كلام مو بس يعني مجرد كلام، يعني يمكن الاخوان المغربين لنا يقولون احنا نبي نفوز، من يفوزني يقف. ايا كان ما عندنا ترى شناليه وصداقه لو عندنا شناليه رب العالمين ما يوفق كل سنه قاعد تاخذ بطوله بطولتين تاخذها ويمكن في فرق كانت اجهز وافضل لكن عن نيه ان نبي اللي يفوزنا في لاعبين خذوا فرص للاسف ما استقروا هذا انتقلوا الانديه الثانيه الان اللي راح يرموك اللي راح الساميه اللي راح كيف الله يوفقه يمكن شد حيله يرجع لكن انتم الان نصيحه لكم انتم بنادي الكويت محسودين وهذا الكلام نقوله قدام الكل محسودين من تعامل، محسودين من اهتمام، من نادي كبير، من انجازات، فرصه لكم. وقال الافضل، لا احد يزعل، بالنهايه احنا كنا اخوان. كنا اخوان وانا ما افرق بين احد، يمكن احتراف الجزئي الرواتب صرفت قبل امس، في ناس من لاعبين الفريق الاول الاساسيين من اميز اللاعبين عليهم خصومات. انتم عليكم خصم، عليك خصم فهد؟ عليك خصم عبد الله؟ ليش؟ هذا اكبر دين احنا ما نفرق. ما نقول والله فهد صغير ولا عبد الله صغير تو علاقتنا وياهم. اقرب الناس لي الفريق الاول مخصوم عليهم لان بالنهايه ما نجامل نعطي انا مستعد لو عوضه من جيبي الخاص ولكن لازم يخصم عليه لازم يعرف انه يخصم عليه لازم يعرف ان هذا مو حقه هذا حقنا احنا كنادي الكويت انك تلتزم
وانك تشد حيلك. بالنهايه ما في لاعب محتاج شيء قصرنا وياه، لا تقصرون ويانا. وفي اهم من شيء هذا، لا تقصرون مع انفسكم. النادي يستاهل، بس انت نفسك ما تستاهل، لازم انت تشد حيلك. اللاعب انا دائما اقول عندي مبدا يا اخي، لا تحب النادي، حب نفسك، حب نفسك، لان انا قانون، ماكو احد يحب النادي غير نفسه، هذا كله كلام. انا اقولها بصراحه والفم المليان، ماكو احد يحب النادي غير نفسه، كذب. لكن حب نفسك، حب نفسك انك تفيدني، حب نفسك انك تفيد النادي، حب نفسك انك تفيد الناس اللي قاعد يهتمون فيك ومقصرين معاك. وما بطول عليكم انا يعني، لكن انا اشكر الله عبد الرحمن وعمر وسعد يعني المنتدى كامل اللي يعني مهتمين اهتمام كبير فيكم. اكبر دليل، اكبر دليل تكريمكم. والله العظيم انا ما عندي خبر، ما عندي خبر فيه لولا عمر واخونا الكبير ابو فهد هم اللي بلغوني، ولا والله العظيم انا ما اعرف فيه. يعطيكم العافيه. هو يا جماعة عبد الله زولة 4308 أصوات. زلت خبط الهادي خميس 3083 صوت. في تشيك داخل؟ لا شو مو له مركز الثالث فهد الانصاري 2967 صوت. فيها انصاريه. لو خلينا الاول كان قال وين وصل. المركز الرابع سامي الصانع 2375 صوت. بدال عبد الرحمن السلام. عبد الرحمن السلام عنده اجتماع في المنتخب. بدال عبد الرحمن. استاهل الصانع. المركز الخامس شريده شريده 1281 صوت. المركز السادس فهد بودريد 1130 صوت. المركز السابع عبد الرحمن الحسينان 770 صوت.
you.